حمار الكيانج أو حصان الكيانج هو أكبر أنواع الحمر البرية، موطنه الأصلي هضبة التبت، حيث يعيش في الأراضي العشبية الجبلية، وموطنه الحالي يقتصر على سهول التبت ولاداخ بالهند وشمال نيبال على الحدود التبتية. ويتراوح ارتفاع حمار الكيانج حتى الكتفين من 130 سنتي حتى 142 سنتي، وطول الجسم يتراوح بين 182 حتى 214 سنتي، والذيل من 32 حتى 45 سنتي، ووزن الذكور يتراوح بين 350 إلى 400 كيلوغرام، أما وزن الإناث فيتراوح بين 250 إلى 300 كيلوغرام. ولون الفراق استنائي يصبح بني داكن في الشتاء وبني مضروب بالحمرة في أواخر الصيف، وفي الصيف يصل طول شعر الفراق لواحد ونص سنتي، وفي الشتاء يصل لثلاثة سنتي. وتوجد ثلاث سلالات لحمار الكيانج: حمر الكيانج الغربية وتتواجد في التبت ولاداخ وجنوب غرب تشينجيانج، وحمر الكيانج الشرقية وتتواجد في شنغهاي وجنوب شرق تشينجيانج، وحمر الكيانج الجنوبية تتواجد في جنوب التبت والحدود النيبالية. وحمير الكيانج تعيش في الهضاب المسطحة والوديان الواسعة والتلال المنخفضة الغنية بالأعشاب، حيث تتغذى على العشب والحشائش والنباتات المحلية مثل النبات البردي، وكذلك يتغذون على الشجيرات والجذور، ويحصلون على الماء من عصارة النباتات التي يتغذون عليها، ويشربون متى توافر الماء أو يأكلون الثلج في الشتاء. وحمير الكيانج يستطيعون السباحة في الأنهار بمهارة. أما المفترسات فذئب الهيمالايا هو المفترس الوحيد بخلاف البشر، وعندما تتعرض قطعانهم لهجوم ذئب ما فإنهم يتجمعون على شكل حلقة ورؤوسهم للداخل إلى مركز الحلقة ويقومون برفس المفترس. وقطعان حمر الكيانج تكون صغيرة، تتكون من الذكور الشباب أو الإناث وصغارهن. أما الذكور البلغين فإنهم يعيشون فرادة في مناطق يفرضون عليها السيطرة قد تصل لخمسة كيلو متر مربع، مع مجموعة من الإناث التي يسيطرون عليها ويدافعون عن مناطق نفوذهم ضد الذكور الآخرين بعرض تسطيح الأذنين والنهيق، وقد يصل الأمر للركل والعض لطرد الدخلاء من الذكور الآخرين. أما التكاثر فموسم التزاوج يبدأ من أواخر يوليو وحتى أواخر أغسطس، وفترة حمل الأنثى قد تصل ل 12 شهر وتلد مهر واحد، ويصل وزن المهر عند الولادة 35 كيلوغرام، وسن النضج الجنسي من 3 إلى 4 أعوام. ويعيش حمار الكيانج ل 20 عاما في البرية، وذكور الكيانج غيورة على إناثها وتدافع عن إناثها ضد الذكور الآخرين المتطفلين بوحشية شديدة. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمقطع، وإذا أعجبكم اضغطوا زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة صندوق الوصف. دمتم بود.